السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة لاكوت، إذا منطقة ما بين بيرمون درايس وبير خادم، وفيه أشغال للتهيئة نتاع محول أرضي جديد أو توسعة المحول اللي كاين هنا. كاين محول تحت الجسر هذا، هنا كاين محول هنايا، ويتم توسعة المحول هذا أو المحول الأرضي باتجاه هنا هذه المنطقة اللي هي جاية على مستوى المدخل نتاع محطة المسافرين هنا. إذا سوف يكون محول هنا كبير ليدخل للمحطة الجديدة نتاع المسافرين هنا. إذا هذا هو الأشغال، انطلقت عندها حوالي أسبوعين وراهي تمشي بوتيرة جد متسارعة بثلاث فرق، فيه ثلاث مداومات، ثلاثة في ثمانية، سبع أيام في الأسبوع. اليوم رانا نهار نتاع السبت، يوم السبت يعني نهار فيري، المفروض ما يكونش فيه أشغال، لكن الأشغال راهي ماشية سبع أيام في الأسبوع. ونلاحظ أنه المحط هذا النفق الأرضي الجديد اللي راه قيد الأشغال سوف يستمر إلى حدود المنطقة هذه هنايا، وين يكون المحول الجديد اللي سوف ينجز. وكذلك لاحظ أنه المحطة الأشغال تاع الهندسة المدنية انتهت، وسوف تنطلق أشغال تاع التجهيز تاع المحطة هذه، وكذلك الأشغال تاع التغليفات الخارجية للسقف كذلك، وكذلك الفضاءات الخارجية يعني البارداج اكستيريور، وكذلك نشوف اللي هي عملية نتاع صباغة هذه الهيكل نتاع السقف، يتم صباغته حاليا للحماية باش تحميه من لا كوروزيون، من الصدى. إذن فيه عملية نتاع صباغة هذا الهيكل المعدني بمادة عازلة. والملاحظ وكذلك أنه كان بعض الناس قال لك علاش ديروا المحطة هنا ومكان ضيق وما توالمش منا، لكن في الحقيقة المكان واسع بما فيه كفاية، وفيه يعني تفرعات كثيرة دي بروتال، وإن شاء الله في المستقبل سوف يتم توصيل المحطة هذه بالتراموي انطلاقا من منطقة المعدومين بالعناصر تحت العناصر. إذن سوف يتم ربط هذه المحطة نتاع المعدومين بهذه المحطة المعدة نتاع الأنماط بالطريق نتاع التراموي. ونلاحظ أنه هنا هذه الأشغال نتاع المحول الجديد راهي ماشية، وسوف المحول هذا يكون كبير يعني ما شاء الله، لأنه الديمونسيونمون تاع الأشغال هذه تاع المشروع هذا هو يأخذ بعين الاعتبار يعني السوليسيتاسيون يعني عدد السكان والمفترض والمستعملين تاع المحطة هذه. بالضرورة لازم يكون محول كبير لأنه راح يستوعب مركبات كثيرة. وهنا نلاحظ أنه فيه عمل نتاع يعني على مستوى السياج سوف يتم، وكذلك سوف يتم توسعة الطريق من هذه الجهة عندما تنتهي الأشغال وينحيوا السياج، فيكون فيه توسعة للطريق هذا بما فيه الكفاية. وهنا لاحظ العملية نتاع الطالع نتاع الطالع نتاع هذه المحطة نتاع الهيكل نتاع السقف، فيه عملية تاع طالع، وكذلك عملية نتاع صب الخرسانة على مستوى المدخل هذا. هذا ممكن يكون مدخل تاع موقف للسيارات، ممكن يكون مدخل تاع موقف للسيارات
إذا هذا هو، إذا نكتفي بهذا القدر، خليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم. وتشوفوا هنا، شوفوا يعني المخاطر اللي ناخذها باش نجيب لكم هذا الصور من هذه الزاوية. الزاوية تعتبر جيدة، لكن باش تصور لازم تاخذ دير مخاطر، تمشي في لوطوروت وتتفادى مخاطر كثيرة بسبب يعني باه نجيبوا هذيك الصور. إذن فيه عمل كبير نقوم به، ناخذ كل المخاطر، نمشيو على لوطوروت، نقطعوا يعني باش ناخذوا زوايا جيدة. في بعض الأحيان تكون زاوية مليحة تمد فكرة أفضل مما كيتصور من تحت. الآن زاوية جيدة، ونلاحظ كل الأشغال اللي راهي صايرة حول المحطة. إذن هذه المحطة الجديدة، وهنا كذلك نشوف تهيئة جديدة، هذه تاع الطريق الجديد من هنا الذي تم افتتاحه. وهنا نشوف انه فيه طريق جديد تم افتتاحه مؤخرا لتسهيل حركة المرور في انتظار الانتهاء من الأشغال كلية. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هاي ليك هنا نشوف طريق ما فيهاش تروطوار، هاي طريق ما فيهاش تروطوار.